فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني عنده مفاجآت حلوة كتير كتير هالسنة، بس من ميلة تاني ينتبه لي شوي على صحته، ينتبه لي صحيا أو يعمل رجيم، ينتبه على الكوليسترول، هالأشياء. في شغلة ناوي يقدم علاوية أو ناوي يمضي وراء أو ناوي يعمل شيء لإله خاص ناس غير الغنى، غير الغنى، وكأنه مخوطر إنه بقدم على المشروع أو لا، بقدم أو لا، كأنه بده يقدم على مشروع عنده نجاح من وراء، بس هو عنده خوف هالفترة من وراء هالمشروع، وإيه ولا، بس إذا أنا معلاه من وراء عنده نجاح، عنده أبواب خير ببيته، في نجاح لبنته، في نجاح لبنته، مرته شوي تعبانة نفسيتها أو بدها تتلبك على حدا من أهلها من عائلتها، بس ما في شي مهم، بس بحسه كل اللي بده إياه رح يحققه بال 2016، وجاي أو رزقة كبيرة أو هدية ثمينة بده ينبسط، مع إنه ما في شي بيبسطه إنه كل شي عنده. الفنانة سيرين عبد النور بحسها عصبية كتير بس قلبها طيب، عصبية كتير ما بتتحمل بس قلبها طيب. في مشاكل حوالى أهل جوزة أو في قصة حول أهل جوزة بده يكون له النهاية، بس عم بيحكوا فيها وبتتعب من وراء هيدي القصة. عندها أو مسلسل جديد بده يضرب، أو في شيء جديد لإلها بس كأنه تصويره برا مش بلبنان، لأنه عندها نجاح، بحسها نجاح ورا نجاح. وسنة 2016 كأنها بدها تقوى بعدة أمور وبتمضي كونتراوات مهمة منيحة لإلها. رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بده يحكي شيء أو بده يحسم موقف لمصلحة الجميع، لأنه عنده قرارات وحسم موقف لمصلحة الجميع. بدها تتعب شوي صحته وينتبه لي كتير من المعدة ونزول على إشياء أو فحوصات علاج بده يعمله. هلأ ما في خطر، بس عنده من هون ونزول عنده مشاكل صحية بده يمرق فيها، لأنه شايفت له فوتت مستشفى على فحوصات ما في عليه خطر وما يخاف، يتكل على ربنا. في ورا عيناه أسرار كتير مخبية، بده يجي وقت تحكي شي منها القليل وكأنه بده يفتح أشخاص تعبوا، لأنه بده يحسم الموقف وقراراته حلوة. بحس بال 2016 بس مش بأولها نصها في قرارات، في شي لإله حلو من بعد ما يفقد أمل.